نستقبلوا رشيده. صباح النور لاله رشيده. صباح الخير لاله، شخبارك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. رشيده من قنيطره ياك؟ اي من قنيطره. سي مرحبا بك لاله، منين ما كنتي؟ الله يخليك حبيبه، ربي يخليك، وشكرا على هذا البرنامج. الله يبارك فيك، وكنتمنوا ليه المزيد من العطاء ان شاء الله. الله يبارك فيك رشيده، طبعا غيزيد بوجودكم وبمساعدتكم وبمشاركتكم. ان شاء الله حبيبه، بصحتكم ان شاء الله وبالسلامه وبما كتمنوا كاملين. الله يبارك فيك رشيده. نعم، شنو تقدمي لنا؟ عندي حبيبه كيكه ديال الفلو بالليمون بالعصير الليمون. كيكه ديال الفلون بعصير الليمون. بالعصير الليمون واخا. كنديروا شويه ديال السكر باش كنديروه كراميل، كديري السكر فوق من العافيه حتى كيرجع كراميل. وكتخوي في بلاتي. قولي لنا بعدا، قولي لنا بشويه غادي ناخذوا المقادير. واخا كتمشي تينيشان الاعداد وانا مازال ما موجده والو هنا فوق الطابله. واخا حبيبه واخا، يلا بحال يا حبيبي. عندنا الكيكة عادية، ثلاثة ديال البيضات، ثلاثة البيضات. شنو كيقولوا لك ماشي هي هذيك؟ لا قالت لي راكي شركتي، قلت لها لا راه ما شركتيش. يلا ثلاثة البيضات. ثلاثة البيضات، وكاس ديال سنيدة، وكاس ديال الزيت، وجوج ديال الخمارات. جوج خمارات. هذه الكيكه حيت ما كديري فيها لا ليمون لا حليب لا حتى شي حاجه. اييه. وكتاخدي نص سيترو ديال الحليب. وكديري في نص سيترو ديال العصير الليمون، سمحي لي. كتاخدي نص سيترو ديال العصير. دابا هادشي في كيكه دائما. هذه كيكه دائما. كتاخدي نص سيترو ديال العصير الليمون. وكديري فيه جوج ديال الساشيات ديال الفلو. فيه نيت في قلب منه. في قلب من الليمون باش كديري الليمون كيغلي بحال كتفيدي الحليب. وانتي كتخدمي داك الفلو معاه حتى كتخدميه كامل. وكتكوني وجدتي الكراميل اللي قلت لك الاول. كتخويه في المول. كتخوي فوق منه الفلو. وكتخوي فوق منه العجينه ديال الكيك اللي صايبتي. بلاتي العجينه ديال الكيك طحين حسب الخليط. حسب الخليط. المهم كيكات اللي كيصاوبوا كاع السيدات ديال دايما. عادية، كاينة اللي كدير جوج كيسان ونص، كاينة اللي كدير جوج، كاينة اللي كدير ثلاثة، كل وحدة وعلى حسب. ما فيها هذا، ما فيه لا ياغورت لا والو. حتى حاجة، لا غير العجينة عادية ديال الكيك والخمارات وصافي، ما كديري لا ليمون لا حليب لا لا دانون لا حتى شي حاجة. نعم، يعني غتجي قليلة، غتجي هابطة. ما كتجيش قليلة، لا بالعكس كتجي صلانبي زويونة، ولا جربوها السيدات يردوا عليك الخبار. يلا. كتخوي داك الكراميل في المول. المول كيكون داك اللي مثقوب من الوسط. وكتخوي فوق منه العجين داك الفلو كامل. داك نص ليتر الليمون كامل اللي بالفلو. وكتخوي فوق منه العجينه ديال الكيك اللي وجدتي. وكطيب في حمام مريم. كديري الكميله ولا شي حاجه اللي غادي يدخل لك فيها المول ديالك فيها الماء. كتحطي فوقها الطاوه ديال الكيك وكتدخليها للفران. كطيبي بشكل عادي ولا العافيه مجهده؟ لا العافيه شويه حتى كتحسي بها راهي بدات كطلع، ديك الساعه وزيدي شويه وحسب الفران عاوتاني، راه كل وحده والفران ديالها. الفران اللي كيكون مجهد بزاف، كاين كل واحد وراه عارف الطريقه ديال الطياب. تبارك الله عليك رشيده. يعني هذه كيكه عاديه مع تحسينات باش كتغيري. هذاك الشيء المهم بنادم كتحاولي تبدلي الديكور وصافي. بصح.